أنا بعلمكوا دلوقتي زوج وزوجة، ممكن تقبلوا بعض. مين هنا؟ إيه اللي بيحصل؟ بولين، لأ، خليكوا مكانكوا. الشرطية كاتنبها تسيطر على الوضع، أنا هحل القضية دي. كلنا هنموت. سيطر على نفسك يا هاجي. أعمل إيه؟ شغلك، روح شمال وأنا هروح يمين. اتحرك. هنحل اللغز ده. طبعاً. مسكينة يا فولين. الجثة محتاجة فحص. إيه حكاية الريشة دي؟ الريشة دي بتاعت مين؟ شكلها ريش ديك. أيوة، أول دليل لينا. بصي يا كاتناب. هايل يا هاجي، في ديك هناك. تقصدي أنا؟ إيه اللي في جيبك؟ هو أنت واحد من المجانين؟ أنت اتجننتي؟ لازم أمشي. أقف عندك، أنا ما عملتش حاجة. عندي مفاجأة ليك. مش بحب المفاجآت. مين هنا؟ أتمنى ما لاحظونيش. احلم على قدك. وأنا مالي بالموضوع؟ أنا بريء. دي غلطتي. خليكم بعيد. مش ممكن. ها؟ يو يا جماعة، أملوا لك عشان نمسك لوكي لو سمحتوا. أرجوكوا لأ. بسرعة كمان. يلا. أيوة، أنتوا الأفضل. بالراحة يا كاوبوي. أنا ما كنتش بجري. أنت قتلت بولين؟ أنا أوبس، آسف. طيب انسى الموضوع، احكي الحكاية. عينيا، أنت القاتل؟ عايز محامي. مش هيحصل. أوه، لحظة، شكلها لذيذة. بسرعة، أقف. عايز شوية؟ ده قاسي جدا. هات. ده مش مقبول. الأدلة. هاجي. حاضر يا فندم. أهو، دي مش بتاعتي، حد حطها لي. طب في أي احتمال؟ لا لا، ده اللي حصل. دي تحفة فنية حقيقية. شكلها حلو، ممكن آخد شوية؟ مستحيل، ده للضيوف. سخيف. يلا، الضيوف هيحبوا ده. بيليسيمو، وقت التذوق. لو سمحت، أنا هموت من جوع. لو قلت لأ هكون دراما كتير. لذيذ. البرنيطة دي بتخليني أهرش. يايكس. ها؟ أنت عايزة الضيوف يجوعوا؟ أسفة، اطلعي برا مطبخي. أنت قليلي الذوق. هستمر، المغرفة بتاعتي. أهو مساعد الشيف. إيه الأخبار يا باص؟ أنت إيدي اليمين لسبب. دي قصة، أنا حر؟ ده مريب. إيه؟ عايز دراعي. أسكت، ما أقدرش أشتغل كده. أنا طبعًا فاهماك. أنا استقلت. إزاي تجرؤ؟ ده سوء تفاهم. كلاكي، يو. أتشو، مش مذنب. هاجي، يم يم، لذيذ قوي. أنت اتجننت؟ خش يا بيبي. غدايا. ها. بولين، حب حياتي. ليه؟ يلا نغوص في الموضوع، أنا هبص من قريب. إيه ده؟ شالي مو عصير؟ الأدلة بتشيل لجرم الشيك. العصير بتعمل مشاكل وبس. هو اللي قتل بولين. الوحش فين جريمس؟ انت افتكرت انك هتهرب مني؟ مفيش هروب من القدر. اوبس. اهلا جريمس شيك. ايه اللي مميز فيه؟ واو، عصير. هي دي الجنة البنفسجية ولا ايه؟ هسيبك تستمتعي. اوكي، كفاية كفاية جريمس، انا همسكه. اهدى، عايز عصير؟ شكرا. واو، رائع. ده غبي بشكل رهيب. ما تفرحش لسه، وقت الاستجواب. اقعد هادي يا بتاع العصير. لا، من فضلك. اهو المتهم التاني. ده لذيذ بطريقة جنونية. انا بطلب العدالة. اوه، عايز عدالة؟ هحكي لك القصة، ده اللي حصل. عصير للكل. لا، فريخ. بجد؟ ها،
حاربني. هجوم يا كتكوت. دي كانت إهانة. طيب خد. أوفو يا جماعة كفاية. ممكن تحكمي بينا؟ طبعا. في فراخ طرية لذيذة. مجرد الاختيار بيقتلني. هجرب كله. لذيذ. أنا فزت. استنى، دوي الفراخ. أحب جدا. أيوة أنا فزت. أها، اتأكد إن طعمه كويس. ما أقدرش أقول لأ. اتفضلي القطعة دي مقرمشة. كفاية، مش هسيبك. انقذوني، أنا خلاص اتمليت، مش قادرة أتحرك. أوبس. طيب مين اللي فاز؟ العصير ولا الفراخ؟ أيوة ده أنا. ده أنا. الفايز هو، مش عارفة أختار. واو. بيتزا يا حبيبتي؟ قلبي أنت الأفضل. بس دي القصة. فعلا؟ أيوة هو بيقول الحقيقة. طيب أنت تقدر تمشي. جريمس مش مذنب. أنا محتاجة أدور تاني. طيب طيب طيب، هو ده أكل القطط؟ حظي حلو. أظن إن أنا عرفت فين القط الأبيض. حاسة إنه قريب. يا جماعة اكتبوا في التعليقات لو عارفين القط الأبيض مستخبي فين. أنا مش لاقيه. بتقولوا إيه؟ عرفت؟ مسكتك. تعالى. شكرا جدا. يا قط يا أبيض، ممكن تعلق على الاكتشاف ده؟ إيه؟ فين الأكل؟ ما عنديش فكرة. إيه؟ حبيبتي بولين، لازم آكل عشان أهدى. ده دليل. ما تتجاهلينيش. أوبس. فحص طارئ. أها. يلا نشوف. معدة مهملات. أنا فاهمة إنك بتمر بوقت صعب. إنتي مش فاهمة. طيب. أوه، أنت مالك نفسك؟ ده نفع. هرجع للشغل. ليه ده هنا؟ المشتبه فيه رقم 3، القط الأبيض. اتكلم. طيب حاضر، هقولك القصة. مبروك يا جماعة. رائع. شكرا. دي عملاقة. خليكوا مبسوطين. أكيد. ده كان كل شيء. فهمت. يا كذاب يا كبير. أوه، مش ده اللي حصل فعلا؟ اسكت أرجوك. أوكي. طيب أنا بحبك. أوه، القط الأبيض. ده لينا إحنا؟ شكرا. ادهولنا يا طماع. اها، ورد ليكو. واو، رائع. اكيد ده غالي. هما دول من الجنينه بتاعتنا؟ استمتع. الاكل الحمد لله لذيذ. ابعد ايدك، لسه بدري على الكيك. حاجه مش معقوله. ايوه دول من الجنينه بتاعتنا. حاجه مؤسفه. ايه المشكله؟ البخيل ده مش اللي بندور عليه. انا فقدت الامل في الموضوع. انا هبص هنا. كان في كاميرا هنا طول الوقت. بصي دي هتنفعنا. هي دي كاميرا؟ بصي على اللي فيها. اوكي. طبعا. بص حواليك. يلا نشوف. هو ده بو؟ ده فعلا كابوس. هو قلبي متحطم. حد يديله اوسكار. انت اللي قتلت بولين؟ مش معقول، قلبي مش جامد عشان اعمل ده. امسح دموعك. أنا هقولك اللي حصل، كان طعمه حلو أوي لدرجة إني عايز كمان. واو، بصوا على الكيكة دي. محدش هيعرف. مفيش كيكة قبل الفرح. لوكي، أنا باكل الفراخ بتاعتك. أوبس، ده محرج. لا، فراخي. مسكتك. أنت غبي، ده وقت الديزرت. شبيه كريمة كتير في كل مكان. هايل، وده اللي حصل بجد. بجد. هاجي شوف الكيكة. عنده حق. بصي. ممكن أمشي؟ طيب بو مش مذنب، تقدر تمشي. عايز أتكلم معاكي. انتوا رايحين فين؟ بصي دلوقتي. استنى. ايه؟ هاجي بص حواليك. دي أسلاك. رايحة على فين؟ فريدي؟ هاي. أنت القاتل؟ إيه الكلام ده؟ أوه،
قصدي اعترف دلوقتي حالا. اهدي، يلا نعمل التحقيق. هطلع الحياة منك بالقوة. هحكي لك ببساطة، انتي مذهلة وساطري، دي رقصات روعة. أنا شايف شغف رائع يا فريدي، ما كنت أعرف إنك موهوب. هولين، إبداع، برافو. شكرا، دي كل حاجة. ما تجراش تكذب عليا، أسلاكك في كل مكان. طيب، هاي فو، مضحك. أوه يا ربي، دمر دمر. استنى، إيه؟ دمر دمر. محدش هيبوظ فرحي. استنى لحد ما تشوف حركات الكرنفو بتاعتي. خد دي يا روبوت. البطارية فاضية. أوبس، دلوقتي عرفتي. أيوة، أنت مش مذنب فريدي، تقدر تمشي. كاتنب، أنا لقيت هدية مريبة. إيه الصوت ده؟ خلي بالك، دي قنبلة. واطي، أنا هفكها. فوهو، كنا هنتدمر. دي بتاعتي. أها، أنت متهم بالقتل. كنت رايحة أقدم الهدية. هاي كين، دي ليكي. رائع، افتحوها. جميلة، ايه الريحة دي؟ ده برجر. الهدية؟ لذيذة. ادهالي، دي بتاعتي. يلا نشوف. اعتقد اني كويس. يلا. اوبس، لا حبيبي كل. طيب وانا؟ انت لسه مجرم. انت فاكر ان القنبلة هدية كويسة للفرح؟ طبعا لا. بو، واطي، دي قنبلة. اوبس، ترى. ده ورق ملون. ها؟ ايه؟ ده ابداع. ومعاه كمان ألعاب نارية ومنبه فضي. هدية حلوة يا كين. ممكن تمشي، أحب جدا. واو، لو ما كانش كين، مين اللي عملها؟ ايه ده؟ جثة تانية. البصمات بتوصل لإيه؟ اها، انتي اللي قتلتيها؟ لا لا، تعالي ورايا دلوقتي، احكي لي كل اللي تعرفيه. حاضر، انا هاكلك دلوقتي يا بو. هاي جوزي، انت بتتكلم؟ ايه؟ هاي جوزي، هاي. حضن، انا جعانه جدا، بطني بتعمل صوت، هنلاقي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بو، جبت لك حاجه حلوه. بو، ايه؟ هنحدد مكان الجريمه. مسكينه بو، العدسه القويه بتاعتي هتساعدني. ايه اللي عندنا هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ باسم القانون ما تتحركش. اها، هابي، رسمه البو، انتي متهمه بالقتل، لازم نستجوبك دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ بلاش العين، المشتبه فيها هابي. هابي، انا مصدومه فيكي، بس انا ما عملتش حاجه. طب ازاي تفسري ده؟ وايه نوع الرسمه دي؟ مش زي ما انتي فاكره، ده اللي حصل. بو هي اللي رسمت لي الصوره دي. فجأة وجعت جدا، افتكرت ان ممكن يكون في حاجة فاضلة في العلبة. هأكلك دلوقتي. بو، بصي، دي حاجة لذيذة، بس ده مزيف. اوبس، يلا ندور تاني. ممكن تاكلي قرف؟ الباور مش كفاية. بصي، ايه ده؟ اكل؟ لا، لكن بصي، الصورة دي لطيفة قوي، بس فين الاكل؟ طيب اهلا، يبقى احنا ما كناش بنتخيل؟ لا، هابي،
راحة فين؟ والغدا مش هتجوعي تاني. انتي مش مضطرة تعملي كده؟ اقعدي في الصندوق، الأكل جاهز. أنا هأكلك. قصة مشوقة. أو لا، وراكي. أهلاً؟ مين؟ ما تتحركيش يا مجرمة. ده كابوس. تقصدي لطيفة بشكل إجرامي؟ ابتسمي بكل سرور. كفاية كده، اقعدي اعترفي. انتي قتلتي بو؟ مستحيل، انا ضيعت البرجل بتاعي في مكان مش هقدر اعيش من غيره. هابي حاولت تاكل بو لكن ما عجبهاش حاجه. قلت لها اهلك شفتي البرجل بتاعي؟ دي خوافه قوي. مسرك البريئه. ايه اللي تحت السرير ده؟ اها، كملي كده يا مساعدة. خدي حبيبي، وحشتني جدا. أنا مش هسيبك تاني أبدا. ده جميل وكل حاجة، بس مين القاتل؟ كاتنام، أنا لقيت دليل مهم. بصي، دي تفاحة أهي. أنا ماشي ورا القصر. برافو يا هاجي، يلا نمشي وراه. أها جوزي. هاجي البنت بس بتتغدى، ما تضيعش وقتي. آسف يا شرطية، أنت كبرت الموضوع قوي. أنا أكلت كتير جدا وأنا زهقت. أنا هفحص الجثة. طيب طيب، أها فروة أحمر، كومة كبيرة. هحتفظ بيك يا دليل، بس ده بتاع مين؟ أكيد المطابقة 100%. تعال معايا، اعترف أنت اللي قتلت. أنت ليه بتزعقي؟ إحنا لسه ما بدأناش. اوه في ايه؟ عشان شعرك الموجود في مكان الجريمة. ابتسم. بس ده ما كانش انا. حطيه على لوحة المشتبهين يا جوزي. حاضر يا بوس. دوك دي هو المشتبه فيه الجديد. اعترف، ليه قتلت بو؟ كاتنام، ده عاجل. في ايه دلوقتي؟ يلا بينا، انا فحصت الجثة. اعتقد ان ده فعلا هيكون مفيد لينا في التحقيق. انت بجد بتبعدني عن الاستجواب عشان ده؟ شوف باقي المجموعة. آسف، مفيش مشكلة. كنا فين؟ انت قتلت بو؟ لا، انا اكيد ما عملتش كده. ازاي تثبت ده؟ سهل، بصي، انا رقصت بو. برافو يا دوك دي. 1-2، هنهز الوسط. شكرا، الفلوس احسن مكافأة. 10/10. أنا حاسس بحكة، كابوس رهيب. أوه، في إيه؟ ظهري في حكة، ممكن تساعديني؟ لطيف. أنت بتوقع شعر كتير قوي. يو، أنت كلك براغيث. أنا عارفة هعمل إيه. بوز، اتحرك. لسه في حكة، ده مش بيساعد. طيب خلينا نعملها بالطريقة التقليدية. ايه الأخبار؟ حاسس اني شخص جديد. بو، مين اللي عمل فيكي كده؟ كلنا. بطل عياط، مش مذنب. بس ممكن يكون مين؟ وصلنا الطريق مسدود. استني، ايه اللي في شعر بو؟ دي حاجة غريبة، في خيط قد ايه هنا؟ واو، بس جاي منين؟ انت يا كاتنب؟ لا لا، هنشوف دلوقتي. انا اللي هحقق معاكي. في غلطه، انت قاتله. انا هقولك اللي حصل. بو شالتني من على الرف. جميله قوي. اهلا، انا كاتنب. انا بو. اوه بصي، عندي حاجه ليكي. ايه رايك؟ انا بحب اللعب بالخيط. انا اللي هبتدي الاول. مسكته، الأفضل بالطريقة دي. هو هو، إيه ده؟ في حاجة مريبة هنا. هو إنتي فين؟ وإنت مين؟ لأ، ده اللي حصل. أنا مش متأكدة. لحظة، هبص في المكان. مستحيل، ده الجوانتي.
تعالى جوزي، شفتي قبل كده؟ أيوة هو ده، أنا قلتلك. طيب ممكن تتولي التحقيق تاني، اتفضلي حطي ده مع باقي الأدلة. وإيه ده؟ كين؟ كاتنب، بصي لقيت إيه؟ هاتيه كين؟ كنت دايماً شاكة فيك، بس فين عصايتك؟ اقعد وما تتحركش. إيه ده؟ أهي العصاية. أوه استنى، رايح فين؟ دي اللي بتدور عليها؟ بس مفيش بس، هنحتاج ذكي يا كين. إيه؟ ليه؟ أنت اللي قتلت بو؟ قول تشيز. هنشوف. كين، إيه اللي حصل؟ ترى أنا كنت بس بعمل خدعة سحرية لبو. واو، ده رائع جدا. شكرا، أنتي أحسن مشاهدة. وريني خدعة تانية. في واحدة، وردة للست الجميلة. واو، مش متوقع. ولطيف. إيه رأيك دلوقتي؟ أحلى كمان. في قد إيه هنا؟ مش مهم. يلا يا كين، المقلب نجح. أنا هوريك مقلب. هاي دي بتاعتي، اديها لي. أوه لا، بو أنا بأمر. إيه ده؟ فشلت تاني؟ كين بريء. طيب مين القاتل؟ طيب لو كان كاتنب، لقيت دليل تاني. برافو، اتفضلي يا جوزي. اه ايوه دي من المخدة، اتعلم يا هاجي. يلا يا جوزي هنبدأ من جديد تاني. ايه حكاية الفيونكة دي؟ لحظة، أقلام، تفاح، نقط بولكا، شريطة حمراء. طب لو كان طبعا، ازاي ما عرفتش من الأول؟ يلا بينا. طيب طيب طيب، راحت فين ميس ديلايت؟ هربت من مسرح الجريمة. مش مشكلة، هنلاقي عيلتك في وقت قصير. عيلة ديلايت هم القتلة. بندور على المجرمين الخطرين دول. ايه ده؟ هاجي أنا مش حيطة. بص يا كاتنب، علقت كل المنشورات. غبي، المنشورات دي محتاجة تتعلق في الشارع. آسف يا باص. حطهم في كل مكان. تمام، في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان. خليك شغال، إيه اللي حصل؟ كل حاجة بتتهز. امسك نفسك. طيب إيه اللي عندنا هنا؟ أنا مش فاهم الصوت ده جاي منين. حبيبتي حصل حاجة؟ أنا جعانة شوية. هنطلب دليفري، نفسك في إيه؟ أنا نفسي في فهمت؟ أوه، وسلطة وسودا دايت، مسجل ده؟ تمام. ومش هننسى الحلو. متأكدة إنك تقدري تاكلي كل ده؟ أوف، ده تقيل قوي. هي دي عزومة فرح؟ أوه، هو قال فرح. ممكن يكون عارف؟ يلا بينا. ظهري. أقف، بوليس. هاجي وريه. مش ده، وريه منشورات. شفت الكابل ده؟ اوه صح. اوه العلب دي. بصوا يا حضرة الظابط، هو طلب حاجات كتير لدرجة ان ظهري مش قادر يتحمل. مش دي جريمة؟ شش، عندي خطة. عزيزتي، اوه دليفري وصل. توصيل الحلويات بدون فخ بخدمتكم. بسرعة، هموت من الجوع. كل حاجة ماشية حسب الخطة. أوف، ما تقتلنيش لو سمحت، أنا صغير جدا. هاي، وبالنسبة للبقشيش أحسن من مفيش. إيه الصوت ده؟ لذيذة حبيبتي، بالراحة. قطعة كمان. خلاص كده، معدتك لازم تكون مليانة. أوه أسفة يا حبيبي، سبت لك شوية كمان. إيه؟ طيب شكرا، ده لطيف جدا منك. أعتقد دوات إن إحنا نعمل اختبار حمل. طيب ممكن تكون صح.
طيب النتيجة إيه؟ حبيبتي، إيه الأخبار؟ مفاجأة، هنجيب بيبي صغير ديلاي. أنا ممكن أنط من الفرحة. لطيف قوي، هصور اللحظة دي. إيه؟ هو بيرقص دلوقتي؟ مش ممكن. هات نام، أنا مسكت ديلاي. هو قاوم بشدة بس مسكته. هاجي، مين ده؟ ممكن أمشي؟ إيه؟ مش ده مستر ديلايت؟ وإنت بتلعب وبتسخر مننا. بص، فرصة واحدة كمان، هجيبه ليكي. حبيبتي، جبتلك بطانية. ده لطيف قوي منك. ما تعيطيش يا حبيبتي، أهي أقلمك الملونة المفضلة، نقدر نزين بطنك. يلا نلعب لعبة. انت مجنون؟ انا هوريك لعبة. ما تتحمسيش قوي. امسك. اقف، ما تتحركش. ايه؟ يو، ما جاتش، كنت هتقتليني. اوبس. حاسة بايه؟ حاسة بالتقلصات. اتنفسي، كله هيكون تمام. يلا نروح المستشفى. يلا بينا دكتور دوجدي، احنا جينا عشان نشوفك. اتنفسي اتنفسي. ايه اللي عندنا هنا؟ اوتش، طفل شقي. ده ولد ولا بنت؟ مشوق، عمري ما شفت حاجه زي دي قبل كده. ايه رايكو؟ احنا كمان مش عارفين. تفتكروا مين اللي في بطن مسز ديلايت؟ قولوا لنا في التعليقات. ايه، احنا لسه مستنيين. طيب خلينا نبدأ حفلة الكشف عن نوع المولود. ولد ولا بنت؟ هيكون ايه؟ انتوا هجيبوا قلم رصاص؟ ده رائع جدا. طبعا. اوه، اعتقد انها بدأت. بدأت؟ واو، حساس قوي. يلا يا مامي، انا متوترة جدا. اوه، هما راحوا فين؟ امسك نفسك يا مستر ديلايت. هاي بابا، مبروك، جالك قلم رصاص. بص عليه. شش يا بيبي، ايه اللي عندنا هنا؟ يمكن اللعبة هتفرحك؟ هو جميل قوي. اوه، مش قادرة امسك دموعي. ازاي عملت كده يا هاجي؟ كانوا مسلحين. مش مشكلة يا بنت، هنعلمهم درس. انا واثقة فيكي. لازم هاجي، يلا نشتغل مع بعض، المرة دي مش هيهربوا. انتي في البيت يا حبيبتي، اهي الليفنج روم بتاعتنا، وده مضربي. اهم حاجة كل ذكرياتنا في ألبوم العيلة. اوه، ده من زمان قوي. ودي كاتناب. اوه، لازم نضيف الصور الجديدة. حبيبي، لازم نأكل البيبي. مفيش مشكلة، أهو، رائع مش كده؟ ممكن تسرع؟ أيوة، كنت بس بعمل التركيبة. اتفضل يا صغير. يو، عملتها. أهم، أنا كمان جعانة. كنت عارف، ميلتشيك لمامي. شكرا يا حبيبي، أنت الأفضل. استمتعي. أوتش، حبيبتي؟ ده مش أنا. متأكدة؟ ده البيبي. أوه، أيوة، تغيير الدايبر العاجل. ليه تستخدمي إيدك وانت تقدري تستخدمي سحرك؟ فيو، يايكس، حبيبي، اتخلص منها. تمام. يلا ما تعيطش يا بيبي، هساعدك تنام. آه، مش نافع. أغنية للنوم؟ طيب، يمكن بنحب نفس الأغاني؟ حبيبتي، اطفي ده. نام خلاص، هو زي بالظبط. أخبار رائعة، انتي هايلة. طيب، ما تنامش. في إيه يا حبيبتي؟ البيبي محتاج سرير. طيب، هجرب. اثبتوا، ما تتحركوش، بوليس. انتوا بتحاولوا تستخبوا؟
ما تفكروش في كده. هاجي ما تحرجناش. عموما انتوا مقبوض عليكو، انا مش هسيبكو. هدي. باي باي حبيبي. اديني القلم يا ديلاي. ابدا، ده البيبي بتاعي، رجعه. انتي اتمسكتي، ده انتهى. اوبس. استسلمي، اديني البيبي. اهدي بس، ما تقتلنيش. فيو، اعتقد اني هربت. جات لي فكره. طلعي بس مخالبك وزمجري، جربي. ممكن تمسكوا لحظه؟ دي جت. مش مهم، ادوني البيبي بتاعي. كاتنب، ليه اخدته؟ ومين اللي اخده؟ لا انت، خليك مكانك، انا همشي من هنا. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. واو، انا فين؟ اتحركي. راسي، هي جاية بسرعة، نستخبى. فاكرين ان انتوا ممكن تهربوا؟ ده في احلامكم. اي بيت هبدأ بيه الاول؟ ده. سيبي بيتي. خدي، ده مرعب قوي، دي هتدمر بيتي. حد يلحقني. اهو، مش هتعرفي تهربي صح؟ راسي بتلف. ها؟ هاي هابي. يا ربي، انتي اتمسكتي. ايه اللي مستنيني؟ انتي جايه معايا، بقيتي في قبضتي. انتي عارفه، مبروك، بقيتي اول قطعه شرفيه في مجموعتي. يا ربي، انا مش عارفه افكر. اخرج ازاي من هنا؟ في مكان للكل. اسفه، عندي شغل لازم اعمله. كاتنب، انت بتعمل ايه هنا؟ البيت ده بتاعي. خش، دي لايت ممكن تكون قريبه. مش شايف. البيت اللي جنبي اقوى من ده. خلاص، هستخبى هنا. انت هنا ليه؟ هاجي، هقعد معاك. ليه كلكم هنا؟ البنا ده ضعيف قوي. ده مزاج قوي. كفاية، أنا ماشي، مش هقعد هنا لوحدي. كاتنب، انسي، المكان ضيق. في الحالة دي انت هتخرج من بيتي. لا، أنا هفضل، انت هتخرجي. اوتش، كفاية. اوبس، دي هي ميس ديلايت. هاجي، دي جاية. استخبوا. انتوا فين؟ في حد هنا؟ مفيش حد. ولا هنا؟ لا، لا، لا. هبدأ بأي بيت، أنا اللي بحدد. سيبيني. ده ايه؟ لا. في طريقة سريعة نهدم بيها البيت. ايوه، خلصت. يلا نشوف مين مستخبي هنا. غريبة، مفيش حد. خلاص كده، انتوا ضايقتوني. يايكس. احنا انتهينا. محتاجة ديناميت. هاي، البيت هيتفجر لألف قطعة. مستحيل، مفيش نار. بام. ايه؟ فشل تاني.
مش مهم، عندي خطة بديلة. مش هتصدقوا اللي جاي لكم. آه يا ربي، هنكتشف مين فيكم بيغير. يا ربي خلوا بالكم. هاي انتوا، مين مستخبي هنا؟ ده بيزغزغني. كفاية، انا بجد بغير. واحد تاني. بلاش، لا بلاش ده. هابي، انا فين؟ استمتعوا، هرجع قريب. ديلايت مشيت، لازم اطلب مساعدة. فيو، طلبتها. سحابة تانية، وكمان واحدة. جميلة قوي. مفيش حد، دي فرصتنا. اجري. استنى، عندي فكرة. ايه دلوقتي؟ يعني المفروض نهرب. هخلص بسرعة. انتي بتعملي ايه؟ وقتنا ضيق. ترى، ها، قطع كرتون. واو، شكرا. ده هيعطل مس ديلايت شوية. دلوقتي اجري. بجد؟ اها، اتمسكته. ايه يا ربي، ده كرتون. هما بيستهزأوا بيا. ده نفع، احنا خرجنا. لسه في استغمية، بس على مستوى اعلى. واضح ان احنا لازم نستخبى احسن. بصراحة انا شايف كويس قوي. اوتش، انا هنزل الصندوق عشان نقدر نستخبى. بتتعمل بالطريقة دي؟ مش نافع، انا مش قوي كفاية. انا هساعدك، يلا مع بعض. قربي اكتر. فشلنا. يلا نجرب ضربك ماريو. مش عارف مش نافع ليه في الحياة الحقيقية. ميز ديلايت قريبة مننا، هنعمل ايه؟ أرجوكوا اضغطوا على زرار اللايك عشان نقدر نهرب من ديلايت. لايكس اكتر، دي جاية. أرجوكوا ساعدونا. بص، ده طريقنا للخروج. اوه ايوه، ياي، عندنا مكان نستخبى فيه. ده صندوقي انا. لا ده بتاعي، هاتي لنفسك واحد تاني. لا انا اللي شفته الاول، سيبيه. مش هسيبه. اوه بجد؟ يبقى نامي. ده كان سهل، أنا بعيد عن الأذى. يلا نشوف ميس ديلايت فين. قريبة. دوك دي لسه نايمة. أنا لازم أساعدها، مش هقدر أتخلى عنك. خليكي ثابتة. أحسن بكتير، ادخلي في الصندوق. دي صناديق كتيرة قوي، أختار أي واحد الأول. اللي فوق. أنا جاهزة أدمره. أوه لا، أوه أيوة. أوه لا، أوه أيوة. تاني. خلاص كفاية، أنا مستمتعة قوي. مين مستخبي جوه؟ دي نهايتي. ثانية واحدة، أنا سامعة صوت حد نايم. رسالة؟ صحابي الأعزاء في خطر؟ أنا جاي أنقذكو. في حد نايم؟ يلا نشوف هو مين. ها؟ لا، أعمل إيه؟ اصحى. دوك دي، ده وقت مش مناسب للنوم. أنا هصحيكي، يلا. أوه، أغنيتي المفضلة.
أوه لا، مش الأغنية دي، مش بقدر أقاومها. واضح إنها نفعت. صباح الخير يا جماعة. أوبس. هاي. أرجوكي بلاش ده. مسكتك. مش يوم حظي. قطعة تانية في مجموعتي. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أنا هجرب حظي. لازم أخرج. أوبس، دي شافتني. بتحاولي تهربي؟ في الحالة دي كلكوا هتكونوا عرايس. لا لا لا، مش هتعرفوا تهربوا دلوقتي صح؟ لازم اهرب عشان اعيش دلوقتي. مش مناسب، مستحيل اقدر استخبى في الصناديق. اعمل ايه؟ مفيش غير طريقة واحدة. آسف يا بيبي فار، مفيش طريقة تانية. لازم أعمل كده. مستخبي فين يا قط؟ آها، لقيتك. أوه، أنت ليه بترتعش؟ لا. لازم يكون في باب. في حد في البيت؟ ايه؟ فار؟ انا بكرهه، الفرن بتبوظ كل حاجة. دلوقتي انا اتعصب. اخر صندوق. هي دي نهايتي خلاص؟ هابي، دوغ داي، ما تقلقوش، أنا هنا عشان أنقذكوا. مين هينقذني أنا؟ أنا كنت هنسى، عندي هدية ليكوا. واو، هي قبلتني. إيه المكان الغريب ده؟ صوفي هنا، اثبتوا، دول ليكوا، كل واحد هيكون ليه بيته الخاص. أنا لازم أنام، تصبحوا على خير. يو، دي ماشي. طيب يعني ده بيتي؟ ايه الريحة دي؟ ايو، مقرف، بيت من المهملات. اتحرك، البيت ده عاجبني. كل اللي محتاجه هو شوية تنظيف. اول حاجة هتخلص من العناكب. يا ربي ده مطرب. ايو، مقرف. اوبس. طيب انا هنضف السلايم ده بسرعة، وهعمل منه سلايم لزج علشان أجمع المهملات. نفع. عملتها. في كيس مهملات كامل يا هابي. هاي، أنا كلي عضلات. أنا هتخلص من المهملات في لحظة. هاي، أوبس، كنت هنساها. ده كان سهل جدا، ممكن اطلع الكيس بتاعك بره. واو، انت لطيف جدا. انا همشي. هابي، انا ممكن ارتاح شويه. هاي هابي. في ايه؟ شوف بنفسك، المهملات وقعت. ازاي هتعامل مع ده؟ مين اللي هينظف؟ ده كان فعلا محرج. انا هتعامل. اتمنى. اوه يا ربي، طاقتي خلصت، البطارية فضيت، أعمل إيه؟ يا شباب، أعملوا لايك عشان تساعدوني أشحن بطاريتي. أوه، أيوة، لايكس أكتر. واو، أنا جالي منفخ هواء، شكرا. أنا لازم أجربه. فيو، هو كويس. يلا نشتغل.
الصبح خلاص جه، الشمس بتعمي. عرفت؟ هعمل روف عشان يحميني من أشعة الشمس، وهضيف شوية طل على الباب. في حاجة ناقصة، فيونكات، ممكن أعملهم بسهولة بالشرايط. لطيف. إيه ده؟ أوبس، ده شريط نور. ده مناسب جدا. ها؟ ليه مش بيشتغل؟ أنا لقيت شريط نور مش حلو. إيه المشكلة؟ مش راضي يشتغل. أنا عارفة هعمل إيه. بالونة؟ أو ده نفع. واو، شكرا، جاتلي فكرة. أنا هبدأ بدهن السقف. الأورنج هو الدرجة المفضلة عندي. طلع شكله جميل جدا. هاي، ادوله شوية وقت ونجدت الروف هيطلع شكلها مثالي. بعد كده هيكون دور الفوانيس. أوبس، أنا تقريبا اتحبست. إيه اللي مضحك؟ أنت بتضحك جدا. مش مشكلة، أخيرا أنا هعمل لمبة قوية باستخدام شريط النور ده. هعمل فتحة في كرة الريشة وهثبت لمبة أهو. بعد كده هركب تحفتي الفنية فوق المدخل. شغل هايل، ده فخري وفرحتي. أتمنى القوة تكون معايا. مفيش زي أضواء النيون على الحيطة. واو، حبيته جدا، عظيم. ايه ده؟ سلك ملوش لازمة. اوبس، انا هصلحه. ترى، ما كانش في حاجة تقلق، بيتي هيكون منور كويس. هستخدم طريقة دقيقة، هثبت اللمبة في ماسورة الستارة. خلاص، الحيطة هتتزين بشريط LED. أنا هستخدم طل للحيطة. فيو، أنا تعبت. واو، النيون كان الجزء اللي ناقص. هاي، ها؟ الأرض ناشفة جدا، لو قعدت عليها عامل زي التعذيب بالظبط. أعمل إيه؟ القوة العالية بتوسل ليكي. أوه شكرا، لحف نعم جميل، ده نعمة. لحاف؟ أنا كمان محتاجة واحد. البنفسجي مش اللون بتاعي، أنا هخلي اللون اللحاف أخضر. لو سمحت ممكن تديني اللحاف؟ لا، ده ليا أنا. يبقى نام أحسن.